السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبابنا الكرام، طبتم وطاب مجلسكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وهذا مجلس جديد من مجالس رسالة المسترشدين لإمامنا أبي الحارث المحاسبي المتوفى سنة 43 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند صفحة 111 فيما أذكر والله أعلم، ونكمل بإذن الله تعالى من قول إمامنا: ووجدت أصول الفضول المتحركة من القلب تظهر على السمع والبصر واللسان والغذاء واللباس، وفضول السمع يخرج إلى السهو والغفلة. هذا قرأنا كله، نعيده لا بأس بسرعة. وفضول البصر يخرج إلى الغفلة والحيرة، وفضول اللسان يخرج إلى التزيد والبدعة. نعم، وفضول الغذاء يخرج إلى الشره والرغبة، وفضول اللباس يخرج إلى المباهات والخيلاء. نعم، واعلم أن حفظ الجوارح فريضة وترك الفضول فضيلة، والتوبة قبل ذلك فريضة وقد فرضها الله ورسوله، فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال معنى نصوحا ترك العود فيما تاب منه العبد إلى ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وتقربوا إلى الله بالعمل الصالح من قبل أن تشغلوا. قال: ولا تصح التوبة إلا بأربعة أشياء: حل إصرار القلب عن المعاودة، والاستغفار بالندم، ورد التبعات والمظالم، وحفظ الجوارح من الحواس السبع: السمع والبصر واللسان والشم واليدان والرجلان والقلب، وهو أميرها وبه صلاح الجسد وفساده. وقد جعل الله على كل جارحة أمرا ونهيا فريضة منه، وجعل بينهما ساعة وإباحة تركها فضيلة للعبد. ففرض القلب بعد الإيمان والتوبة إخلاص العمل لله، واعتقاد حسن الظن عند الشبهة، والثقة بالله والخوف من عذابه، والرجاء لفضله. وقد روي في معنى القلب أخبار كثيرة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من المؤمنين من يلين له قلبي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الحق يأتي عليه نور، فعليكم بسرائر القلوب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: للقلوب شهوة وإقبال وفترة وإدبار، وفترة وإدبار، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، وذروها عند فترتها وإدبارها. قال ابن المبارك رحمه الله: القلب مثل المرآة، إذا طالت في اليد صدئت، وكالدابة إذا غفل عنها عدلت. وقال بعض الحكماء: القلب مثل بيت له 6 أبواب، ثم قيل لك: احذر ألا يدخل عليك من أحد الأبواب شيء فيفسد عليك البيت. فالقلب هو البيت، والأبواب العينان واللسان والسمع والبصر واليدان والرجلان، فمتى انفتح باب من هذه الأبواب بغير علم ضاع البيت. وفرض اللسان الصدق. قلنا قبل ذلك: القلب للسان، القلب للبدن كالعاصمة للمدن، والروح للإنسان، والقرآن للإنسان كالروح للجسمان. قال: وفرض اللسان الصدق في الرضا والغضب، وكف الأذى في السر والعلانية، وترك التزيد بالخير والشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له على الله الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أنذركم فضول الكلام، حسب أحدكم ما يبلغ به حاجته، فإن الرجل يسأل عن فضول كلامه كما يسأل عن فضول ماله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عند
لسان كل قائل، فاتق الله امرؤ علم ما يقول. وفرض البصر الغض عن المحارم وترك التطلع فيما حجب وستر. قال حذيفة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظر سهم من سهام إبليس، فمن تركه من خوف الله آتاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من غض بصره عن النظر الحرام زوج من الحور العين حيث أحب، ومن اطلع فوق بيوت الناس حشره الله يوم القيامة أعمى. وقال داود الطائي لرجل وقد أحد النظر إلى بعض من ينظر إليه، فقال: يا هذا اردد بصرك إليك، فإنه بلغني أن الرجل يسأل عن فضول نظره كما يسأل عن فضول عمله. ويقال لك النظرة الأولى وليست لك الآخرة، فما هجم على النظر فهو موضوع عن العبد، وما استبد به النظر بمعقول الفهم فالعبد مأخوذ به. وفرض السمع تبع للكلام والنظر، فكل ما لا يحل لك الكلام فيه والنظر إليه فلا يحل لك استماعه ولا التلذذ به والبحث عما كتم عنك تجسس. قال: وسماع الله والغناء وأذى المسلمين حرام كالميتة والدم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نهينا عن الغيبة والاستماع إليها، وعن النميمة والاستماع إليها، لأنك لو استمعت معهم شاركتهم في الإثم. بل إن من العلماء من فهم الآية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، استدل بهذه الآية على تحريم مجالسة من يغتابون الناس وينمون في أعراضهم. قال: وسئل القاسم بن محمد عن سماع الغناء قال: إذا ميز الله بين الحق والباطل يوم القيامة أين يقع الغناء؟ قيل: في حوز الباطل. قال: فأفتي نفسك. قال: وليس من جارحة أشد ضررا على العبد بعد لسانه من سمعه، لأنه أسرع رسول إلى القلب وأقرب وقوعا في الفتنة. وقد ذكر عن وكيع بن الجراح قال: سمعت كلمة من مبتدع منذ 20 سنة ما أستطيع إخراجها من أذني، وكان طاووس إذا أتاه مبتدع سد أذنيه لئلا يسمع كلامه. وفرض الشم تبع للسمع والبصر، فكل ما حل استماعه ونظره جاز لك شمه. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أتي بمسك فأمسك عنه أنفه، فقيل له في ذلك، فقال: وهل ينتفع منه إلا برائحته. وفرض اليدين والرجلين ألا تبسطهما إلى محظور ولا تقبضهما عن حق. وقال مسروق: ما خطى العبد خطوة إلا كتبت حسنة أو سيئة. وكتبت ابنة سليمان إلى عبدة بنت خالد بن معدان: زوريني. فكتبت إليها عبدة: أما بعد، فإن أبي رحمه الله كان يكره أن يسير مسيرا ليس هو فيه ضامنا على الله، أو يأكل طعاما إذا سئل عنه يوم القيامة لم يكن عنده فيه مخرج. وقد كرهت من ذلك ما كره أبي، والسلام عليك. طبعا ليس هو فيه ضامنا على الله، يعني لا يضمن الله سبحانه وتعالى له عليه ثوابا، لا يوجد ثواب معين يأخذه العبد على هذا العمل، كما في الحديث: تضمن الله أو تكفل الله لمن خرج مجاهدا في سبيله ألا يرجعه إلا بأحد شيئين: إما أن يكرمه الله بالجنة، أو إذا رجع يكرمه الله سبحانه وتعالى بالظفر والنصر أو الأجر والغنيمة، يعني في هو كسبان في كل أحوال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فإن قال قائل: ما السبيل إلى العمل بذلك؟ في النسخة: ما السبيل إلى العلم بذلك؟ صحيح طبعا العمل. قيل: اللزوم منهاج الأئمة المتقين النظر في آداب المسترشدين لمعرفة الخطو، يعني كيف تخطو، والتيقظ بالمحاسبة. نعم، هنا تحديدا كنا وقفنا، والتيقظ بالمحاسبة
والعمل بالإنصاف والتحرر بكف والتحرز بكف الأذى وبذل الفضل بترك المنة وحسن السمت بغير حسد والقناعة بحب الخمول. مهمة جدا هذه، القناعة بحب الخمول، يعني ألا يحرص على الظهور، ألا يحرص، فإذا ظهر لا بأس، إذا ظهر وكان في ظهوره خير لينفع الناس ولينتفع الناس بعلمه فلا بأس بذلك، أو لينتفع الناس بأدبه فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، كما روى الإمام مسلم. إذن لا بأس إذا ظهر، ولكن لا يتحرى الظهور، لا يتحرى. لماذا؟ قال العلماء: لأن حب الظهور يقسم الظهور، يقسم الظهور، فينبغي ألا يتحرى الظهور ولا يسعى إليه. طيب، سؤال: شيخ أو عالم له مجلس علمي، إذا لم يدع الناس لا يحضر أحد، إذا لم يعلن عنه لا يحضر أحد، إذا لم ينشره لا ينتفع الناس بهذا العلم. وقد بلغنا عن شيخنا البدري رحمه الله، وقد كان يقول لنا هذا، يعني قاله في مجلس مسجل، قال: ثلاثة يشكون إلى الله: العالم المهجور، والمسجد المهجور، والمصحف المهجور. هذه الثلاثة تشكو إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا العالم في هذا الزمان، زمان طغيان المادة، العالم إذا لم ينشر العلم ماذا يحدث؟ يضيع العلم. وأمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري بجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرها في الآفاق كما ذكر البخاري، ثم قال: وافشوا العلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. افشوا العلم، افشوا، قول، اتكلم. إذا كان أهل الباطل ينشرون ويدعون الناس إلى باطلهم بكل حماقة وبكل تجلد بكل سبيل، فلماذا أنتم يا أهل الحق تستحيون من إظهار الحق؟ هنا يأتي ما يسمى بالورع الكاذب. الورع الكاذب يعني إيه؟ إنسان عنده علم ويستطيع أن يفيد الناس به، نقول له: طيب نعلن عنك، لا. طيب اعمل أنت إعلان، لا. طيب يعني عايزك الناس تستفيد منك، قول ما فيش، هو كده اللي عايزني يجيني وانا ما بروحش لحد. طيب يا اخي، في وسائل علمية حديثة، في يعني ممكن تفيد الناس وهم يتصلوا بيك. طب في كذا، طب في نعمل اعلان الناس تستفيد. لا 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 لا، كله لا، كله لا، كله لا. اي ورع هذا؟ الورع لا يكون بهذا الاسلوب. فأنت حريص على إرضاء الله سبحانه وتعالى، وأنت مجاهد في سبيله، بل أنا شخصيا أقول إن الظهور، إن الإنسان يظهر نفسه حتى ينتفع الناس بعلمه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره، هذا أمر مهم جدا وضروري في هذا الزمان. لماذا؟ حتى لا يدع فرصة لأهل الباطل. بتشوف الفيسبوك، بتشوف هذه الوسائل التي غزت بيوت المسلمين، بل في شوارعهم وفي سياراتهم وفي أعمالهم، الهاتف موجود مع الإنسان في كل مكان، هم يقلبون هذه الصفحات. فإذا لم يجدوا منك حكمة أو كلمة أو فائدة أو مجلسا علميا أو شيئا يأخذ بأيديهم، ماذا سيحدث؟ سينجرون مع أهل الباطل. فإن أنت من ذلك، ينبغي أن تتواكب مع الحدث، تتواكب. إذا أصررت على استعمال الوسائل القديمة، فمن سيستمع إليك؟ ومن سيتابعك؟ ومن سيستفيد من كلامك ومن علمك؟ ينبغي أن تكون معاصرا. فهذا الأمر في هذا الزمن مهم جدا. نعم، أنت تحب الخمول، ولكن لا مانع، لا مانع من أن
تظهر علمك للناس بين الفينات والأخرى. تعمل مجلسا يوميا، أسبوعيا، شهريا، سنويا، اعمل أي مجلس، اعمل أي حاجة عشان الناس تستفيد. إذا كان عندك علم، ما عندكش خلاص. هكذا كما قال ابن سعود: من كان له علم أو من كان يعلم فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم، والعلماء يقولون الله أعلم نصف العلم. هذا في موضوع الجانب العلمي. أما الجانب العبادي فلا تظهرن نفسك. الجانب العبادة بقى الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن وهذه الأشياء، هذه خاصة فيما بينك وبين الله، ما تظهرهاش لحد، ما تظهرهاش لحد. للأسف الآن التبست الأمور، دخل الجانب العبادي مع الجانب العلمي مع الجانب العملي، وتلخبطت الدنيا تماما. فكثير من الناس رايح عمرة يقول أنا يا جماعة أنا رايح عمرة أهو، وبعدين الحمد لله احنا الآن دلوقتي عند الكعبة، وأدي كمان صورة أهي، خدوا كمان صورة، وأدي احنا كمان دلوقتي بنعمل إيه. الله المستعان. احنا دلوقتي بنسعى بين الصفا والمروة أهو، وشوف أدي كمان صورة، وأدي احنا دلوقتي بنصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، اتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وأدي كمان صورة، وأدي شوف أنا كمان وإخواتي وحبايبي، وأنا فلان، أنا. الله أكبر، الله أكبر. يا أخي أنت توثق، وثق في الهاتف، خليها عندك في الهاتف خلاص، سجلها وحطها في الخاص، ابعتها لزوجتك أو لأي حد في الخاص، يعني أحد الأقارب الخاص، أو سجلها في شريحة في حاجة معينة، سجلها وتبقى معاك خلاص توثيقا، طالما انت عايز توثق حاجة معلومة معينة، وتكون بحدود. عايش عند الكعبة وعند المسجد النبوي وعند قبر الرسول وتصور، وعند كل تصوير 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 تصوير. والله لو في حياة، والله أنا أقسم بالله لو في حياة الرسول عليه السلام لاستحيينا أن نفعل ذلك. يعني في عند انت بيت الرسول كده بتجلس مع الرسول، لو سمحت استنى رسول الله خد معاك صورة، سنستحي. يعني دي أفعال صبيانية، إنسان ما يفعل هذا إلا مع يعني من يألفه ومن كذا، وبحدود، بحدود أماكن العبادة وهذه الأشياء. ما مش صورة 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 صورة، إيش الفايدة يعني من هذا؟ أنت ممكن توثق حاجة بحد معين وخلاص مرة واحدة وانتهى. إنما أنت في مكان فسحة، في مكان لهو، في مكان لعب، توثق زي ما أنت عايز، مش مشكلة. وثق زي ما انت عايز، مكان لهو ومكان لعب مفيش بقى، لا بأس. انما اماكن عبادة مينفعش. هتفصل امور العبادة، امور الاخرة عن امور الدنيا، والجانب العلمي تفصله. والجانب العلمي لما بتتحدث فيه او بتعلن عن شيء فيه، بتعلنه بنظام معين، باسلوب معين. نعم، هكذا تكون الحياة منظمة. قال: وبذل الفضل بترك المنة، وحسن السمت بغير حسد، والقناعة بحب الخمول، وطول الصمت رغبة في السلام. طبعا احنا نقول دائما نحسن الظن بمن يفعل ذلك، يعني اللي هو بنقول معذور، هو لا يعلم لا يفقه هذا الأمر، يعني معذور، نعذره نعذره. أما موقفه فيما بينه وبين الله، الله أعلم. فيما بينه وبين الله، الله أعلم. الظهور العلمي هل هو لله؟ الظهور في العبادة هل هو لله؟ يصور نفسه في كل مكان، هل هذا لله؟ الله أعلم، أنا ما أقدرش أقول، هذا ليس من اختصاصي. أنا اختصاصي تسألني أقول لك حلال أو حرام إذا كان لدي علم بذلك، والنصيحة، فأنا داعي ولست قاضيا. ما أقدرش أقول لك أنت في الجنة ولا في النار، أنت ربنا سبحانه وتعالى يرضى بهذا الفعل أم لا، هل هذا العمل فيه رياء أم لا، ما أقدرش. بس لما يجي واحد يسألني يقول لي واحد ما صورش نفسه، وواحد ما عملش كذا، وما اظهرش الصلاة وهو بيصلي، وما خلاش حد يصوره وهو بيصلي، ولا هو بيطوف بالكعبة، ولا هو كذا ولا هو كذا، لما يجي واحد يسألني اقول له هذا احرى واولى واقرب الى الاخلاص. ما تسألني اقول لك هذا اقرب حكم الشرعي، اقول لك هذا والله، اقول له ايه اذا كان ما دام ماله من حلال وكذا، وهو يتحرى ان يرضي الله سبحانه وتعالى، وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، هذا احرى واقرب الى الاخلاص. الثاني إذا سألتني أقول لك هذا أحرى وأقرب إلى الرياء في الحكم الشرعي. أنا مش بكلمكش بقول لك إيه الأقرب وإيه الأبعد، إنما ممكن طيب هو ممكن يكون قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، وهو يفعل هذا ابتغاء مرضات الله وكذا،
وقد يكون مخلصا اكثر من الثاني اللي ما ظهرش. احنا ما نقدرش نقول، بس الاقرب الظاهر، احنا عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بان نحكم بالظاهر، لنا بالظاهر والله تعالى السرائر. الرياء ما هو الرياء؟ حب الظهور، حب ان يراه الناس. فما تكون في كل حته انت بتصور عشان الناس يشوفوا، كل حته بشوف اهو شوفوني انا بعمل كده، شوفوني 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 شوفوني. يبقى انا ما اقدرش اقول لك رياء، بس اقول لك هذا ايه، هذا اقرب الى الرياء، واقرب الى استحواذ الشيطان على النفس، واقرب الى التضليل والوقوع في المحظور. طيب واحد بيجتنب هذه الاشياء ولا يفعلها الا بحدود معينه، يبقى هذا اقرب الى ايه؟ اقرب الى الاخلاص. يعني هكذا، والله اعلم. ونسال الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص والقبول. قال: وقناعة بحب الخمول وطول الصمت رغبة في السلامة والتواضع للخلق بلا وحشة والأنس بالذكر في الخلوة. وإياك، طبعا أنا أقول هذا الكلام وأحذر الإخوة والأخوات، إياكم إياكم أن تقتحموا مغاليق القلوب، لا تكشفوا، تحذير مهم جدا، لا تكشفوا عن صدور الناس ولا عن قلوبهم، لا تنقبوا عن قلوبهم وتقولون هذا مرائي، هذا مخلص، هذا لا، احذر، هذا ليس من اختصاصك يا أخي. أنا قلت لك أنا أتكلم إيش الأقرب إيش الأبعد، والقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله، وأنا أقول هذا كلاما عاما لا أخص به شخصا. لو وجدت شخص أقول له وفقك الله بارك الله فيك، مفيش مشكلة بالنسبة لي، إنما ما أقولوش أنت هكذا مخلص أو أنت هكذا مرائي أو أنت أو هذا أقرب بالنسبة لك إلى الإخلاص أو هذا أقرب، لا ماليش دعوة، ما أقولوش هذا، هو حر يعمل يفعل كما كيفما يشاء. الكلمة الطيبة صدقة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، بس إنما أنا ما لا أحكم على أشخاص، إنما نصيحة من باب النصيحة أقولها عامة ولا أقولها لشخص حتى لا يترتب عليها ضرر، لأن قلت له خد بالك هذا أقرب إلى الرياء، يقول لي أنت بتتهمني بالرياء أنت كذا، يعمل حظك مثلا، لو أنا أكلمه في وجهه يزعل مني، الله أعلم يا أخي بنيته، ما أعرفش، بس أقول الأحسن إيه؟ نصيحة يا أخي، نصيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم مش كان بينصحنا وكان يوصينا؟ نصح، انصحك عموما عموم المسلمين، انصح بان تكون اماكن العباده يعني منزهه عن هذه الاشياء، عند الكعبه وعند المسجد النبوي وعند هذه الاشياء، ما تفضلش كل شويه تصور تصور تصور، يعني اين الخشوع؟ طيب فيعني الافضل. وهذا فيما بينك وبين الله. ليه؟ لان واحد في بني اسرائيل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، رجل كان يعظ أخاه فقال له وأوغظ وأوعظ يعني وأغلظ له في الموعظ، ثم قال له والله لا يغفر الله لك، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي، تحلف علي أن غفرت له ما غفرت له، لقد غفرت له وأحبطت عملك، غفر للمذنب وأحبط عمل الإيه المطيع، كما قال ابن عطاء الله السكندري رب طاعة أورثت صاحبها عزا واستكبارا فأدخلته النار، ورب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا فأدخلته الجنة. عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه، وهذا ربما فتح عليك باب الطاعة وأغلق عليك باب القبول، ولربما أصبت ذنبا فكان سببا في الوصول. قال: والتواضع للخلق بلا وحشة، ما تبالغش قوي، ما تبالغش، ما يبقاش الايه الامور زائدة عن حدها، في حد للتواضع، في حد للصلاة، في حد للعبادة، كل شيء له حد معلوم. التواضع ان زاد عن حده صار ذلا، والهيبة والاحترام ان زاد عن حده صار كبرا، والفضيلة وسط بين رذيلتين. قال: والتواضع للخلق بلا وحشة، والأنس بالذكر في الخلوة، وتفرغ القلب للخدمة، واجتماع الهم بالمراقبة، وطلب النجاة في طريق الاستقامة. الأنس بالذكر ينبغي أن تعود نفسك على ذلك. يقول الله تعالى: أنا جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني. هذا وإن كان الإسناد في كلام ولكن معناه صحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فكن مع الله يكن الله معك.
وتفرغ القلب للخدمة، قطع العلائق كما قال ابن القيم، واجتماع الهم بالمراقبة، وطلب النجاة في طريق الاستقامة. قال معلقا على قوله وطول الصمت رغبة في السلامة، قال: وإذا كنت في مجلس وطال فشعرت بفراغي من الخير فقم عنه لسلامتك، ولا تطل جلوسك فيه. فقد قال الأعمش أحد الأئمة التابعين رحمه الله تعالى: إنه كان يقال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه مطيع. رواه الإمام أحمد في كتاب العلل. بعض الناس للأسف فهموا هذا الكلام إذا طال مجلس العلم، يقول لك إذا مجلس العلم طال كان للشيطان فيه مطيع أو كان للشيطان فيه حظ. يا أخي افهم الكلام في سياقه، هو يقول لك إذا طال المجلس بغير خير، إنما مجلس علم طال يقول لي الشيطان دخل. إيه اللي دخل الشيطان؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الصحابة في بعض المجالس وأطال منذ بعد صلاة الغداء، بعد صلاة الفجر، إلى شروق الشمس، إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، ويصلي الظهر ثم يكمل، ويصلي العصر ثم يكمل، وهكذا حدثهم بكل شيء. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. قال معلقا: ثم استقم. قال أخرجه مسلم في صحيحه ولفظه: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، في رواية: لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: قال القاضي عياض رحمه الله: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا، فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك. إذن الاستقامة أعظم كرامة، يا من تنتظرون الكرامات عليكم بالاستقامة، فالاستقامة هي أعظم كرامة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المستقيمين على شرعك حتى نلقاك على ذلك. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. وقال أبو علي: رياحي استقاموا، أخلصوا لله الدين والدعوة والعمل. وأصل الاستقامة في ثلاثة: اتباع الكتاب والسنة ولزوم الجماعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللفن من مصائد الشيطان، وما أحسن ما قال أبو شامة في كتاب الحوادث والبدع، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة والمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. هذه مهمة 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 جدا جدا جدا. ولذلك قال ابن القيم في كلام آخر: اسلك سبيل الحق ولا تستوحش من قلة السالكين، واترك سبيل الباطل ولا يغرنك كثرة الهالكين. الله. قال: لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الرسول عليه السلام كان وحده وكان جماعة، إبراهيم عليه السلام كان وحده، إن إبراهيم كان أمة، رجل بألف تعد وألف رجل برجل لا تعد. ولا نظر إلى كثرة أهل البدع. قال عمرو بن ميمون الأودي: صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى رأيته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فسمعته يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول: سيئة.
ليالي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. الله، يا سلام، شوف الاتزان. قال: قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون. قال: وما ذاك؟ قال: تأمرني بالجماعة وتحضوني عليها ثم تقول: صلي الصلاة وحدك وهي الفريضة، وصلي مع الجماعة وهي نافلة. قال: يا عمرو بن ميمون، قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ قلت له. قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الله. وفي لفظ آخر: فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. وهذا يذكرنا بقول أنس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وقال: نظرت في حال المسلمين اليوم فلم أجدهم يفعلون شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة. ده أنس بن مالك يقول هذا الكلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة. فماذا لو جاء اليوم؟ طبعا آخر من مات في البصرة توفي سنة 92 تقريبا رضي الله عنه، عن 100 سنة، عاش 100 سنة تقريبا. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة الرزق والبركة في الرزق وطول العمر. طيب، بعدين: وبعد عصر أنس بن مالك في عصر التابعين، يعني تابعين وتابعي التابعين، جاء أحد الصالحين وقال: رأيت الناس ليسوا على شيء مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصلاة، حتى الصلاة كمان مقبولة. طب يجي النهارده يشوف الأمور. وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكره البيهقي وغيره. وقال ابن القيم أيضا مثله في إعلام الموقعين، ثم زاد عقبه ما ملخصه: وقد جعل بعض الناس السنة بدعة والمعروف منكرا. هذا طبعا ثبت في أثر ابن مسعود، وهو صحيح في معناه، هو صحيح في معناه وثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو موقوف لفظا مرفوع حكما. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يحرم فيها الصغير يحرم فيها الكبير ويربو الصغير، ويتخذها الناس السنة، وإذا تركت قيل تركت السنة. قيل: متى ذاك يا ابن مسعود؟ قال: إذا كثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، وكثرت قراؤكم وقلت علماؤكم، والتمسم الدنيا بعمل الآخرة. نعم، نسأل الله السلامة. قال: وقد جعل بعض الناس السنة بدعة والمعروف منكرا لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصار، وقالوا: من شذ شذ في النار. وما عرفوا، هذا صحيح فعلا، من شذ شذ في النار، ولكن لم يفهموا الكلام هذا الحديث. وما عرفوا أن الشاذ من خالف الحق، فإن كان الناس كلهم إلا واحدا خالف الحق فهم الشاذون، وذلك الواحد هو الجماعة. الله. وقد شذ الناس في زمان الإمام أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا، فكان ذلك النفر هم الجماعة، وكان القضاة والمفتون والخليفة أتبعهم هم الشاذين، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولما لم تتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين، أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل، وأحمد وحده هو على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك، فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل، ثم ظهر الحق وأهله وبطل ما كانوا يدعون، كما تقدم تعليقا في صفحة 91 و93. طبعا فلنذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان وحده، والكفار كلهم كانوا شاذين، كلهم كانوا مخالفين للصواب والحق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الجماعة، وهكذا. إذا نتوقف إن شاء الله اليوم عند قول الإمام رحمه الله: وأصل الاستقامة في 3: اتباع الكتاب والسنة ولزوم الجماعة. نعم.
ونبدأ إن شاء الله في المجلس القادم من قوله: واعلم أن أنجى طريق للعبد العمل بالعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا أذكركم بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه نفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واشملنا اللهم بكرامتك وعفوك وجودك، واجمعنا معه في الفردوس الأعلى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها منفع وخير إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.